أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيلة الكاملة لمجلس أمناء الحوار من 19 عضواً، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار. وجاء التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري. كما أشارت إدارة الحوار إلى أنه ستتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.